حاجة واحدة يقعد يراه المواطن هو عنصر أساسي. المواطن لهنا أكثر حاجة هي المجازفة. وقت واحد يرى الطقس مش صافي ولا فما رياح وفما الحماية المدنية، عنا عديد من النقاط هذه بالحراسة الشواطئ ونحطوا العلامات الأخضر معناتها تنجم محروس شاطئ محروس نجم تعوم. البرتقالي راهو هذايا فما خطر، رد بالك ما تمشيش ما تبعدش برشا على الشاطئ. والأحمر راهو ممنوع السباحة، هذه ممنوع السباحة حتى كان ترى أنت البحر كاين وهادي لكن كورينتي من اللوت. صحيح. وإحنا رانا باش نقول لك ديما بالتنسيق الدائم مع معهد الرصد الجوي هو اللي مدنا بالمعطيات، واحنا من بعد نحطوا العلامات في الشطور في نقعدوا في نفس النسق هذايا حتى وقتنا يزرب. اهم النصايح اللي تعطيهم في الاسعافات الاوليه شنو ما دكتورنا؟ والله احنا كنشوفوا اسباب الغرق اساسا. احنا بشو الاهم النصايح حتى مازلنا 3 دقائق بالضبط. اهم نلاحظوا العبيد يعوموا بكري برشا ولا يعوموا مخر برشا قبل ما يقع التركيز السباحين المنقذين والامكانيات نتاعنا على الشواطئ. عبيد تمشي بكري واحنا مازلنا ما ركزناش، حتى اللي كان يحس هو بالقلق في وسط البحر ما يلقاش شكون باش ينقذ. هذه احنا نبداو بكري في الشواطئ باش نجموا نحويه المصطفين. ثانيا المجازفه، ثم عبيد تجازف في البحر الداخل وما يعرفش اللي من بعد كالطاقه اللي يحطها باش يدخل ما ينجمش يلقاها باش يعاود يخرج يلقى الكوريتي. ولهنا شنو اسعافاتنا الاوليه؟ الاسعافات وقت لي واحد احنا عندنا منظومه، اي انسان يرى واحد في الدقائق الاولى وانه دخل البحر وغير قادر على الخروج او بالفلوكه نتاعو كالغونفلابل هذيك او على بلانش الى غير ذلك يعلم الحمايه المدنيه في اقرب وقت. احنا سواء كان يخرجوا سباح منقذ باش ينقذوا او نبعثوا له زوارق نجده او جيت سكي اللي هي درجات المرين. 198 وهو نعاود نقول عليك موحد بكامل تراب الجمهوريه ومجاني، اطلب بركه تجاوبك اقرب حمايه مدنيه تجاوبك. توا لهنا اون فوا خرج اكل حاله الغرق هذه نحطوا له راسه من شيره الماء وساقيه من شيره الرمل. الواش باش يبدا مصلوب شويه كالماء تخلو شويه الغرق مو دخول الماء المجاري التنفسي باش كيدخلوا شويه ماء في الترشيارتير او في المجاري التنفسي يتصلب بشويه ويخرج له الفم والحلق وغادي المصف اللي هو ينظف له حلقه باش يسهل له عمليه التنفس هذه. دكتورنا يوقع تقديم الاسعاف هذه ونقل المستشفى في كل الحالات. تجنب السباحه في الاماكن الخطره والشواطئ غير المحروسه من طرف اعوان الحمايه المدنيه، كيف تجنب المجازفه اثناء السباحه والتقيد بنصائح سامحني السباحين المنقذين. وهذه القبيلي كدكتور ياكد عليها ويعاود يقول لك فرحان بصغره، معناه يقول لك انا صغير نجم ندخل لداخل. اي صحيح. وبرشا مرات تلقاه يحب يعمل مسافه كانه انديفي هو معناتها باش يوري اللي هو ولا صحابه الى غير ذلك وقادر يدخل الغريق ويتسابق. واحنا رانا نقولوا راهو اللي ماشي باش يعوم راهو باش يتفرهد، ماهوش راهو باش اللطف يعرض نفسه الى اصابه خطيره. راهو الغرق في كل الحالات تنجم كان تبدا حاله غرق وخطيره وحتى كان يمشي مستشفى ويخرج تقعد عنده بعض المخلفات، معناتها لازمنا نفهم وراو الاصابات هذه راهي خطيره جدا. احنا ماشيين نتفرهدوا ما نفوتوش كما نقولوا 20 30 متر 40 50 متر على الشاطئ، وفما الشواطئ نحطوا فيهم لي بوي نعرفوا هذاك ما تفوتوش هذاك الحد هذاك. فهمت السؤال السيد الرائد؟ اذا كان فما شباب ونعرفوا فما هذه منها الحكايه يدخلوا بالفلوكه سواء نفلوك عادية ولا بالموتورة اللي هو وتحليلهم العومة يقول لك في قلب البحر باش كي يروحوا يقولوا احنا عمنا في قلب البحر غادي فماش حماية. لا احنا الحماية متاعنا جست على الشريط الساحلي. احنا في الحماية المدنية عنا ما يقارب 1800 نقطة نقوم بها فهمتني لا بي نقوم ب حماية الشواطئ نتاعنا فهمتني بتركيز الأعوان القائمين على طول الشريط الساحلي في بالضبط 182 نقطة، الرقم الصحيح 182 نقطة على كامل الشريط الساحلي التونسي. فإذا كان أنت خذيت الفلوكة وخرجت تحمل مسؤوليتك. يطلبوا الحماية المدنية نجوهم على لي زودياك نتاعنا يطلبوا ال 198 198 الله يقدر هكا أموال يعفو فما حادث ولا حاجة يطلبوا 198